كامبوتشي بوتشي. يلا نفتكس مع بعض. $60 واتش نسوي في الشطه ولا مو؟ فيديو النهارده الجديد اللي وعدتكم بيه المره اللي فاتت، هعمل فلوج ليوم الديا دي مورتس، عيد الموتى بالمكسيك. النهارده الاحتفاليه الكبيره الكبيره جدا، وانا جهزت شويه حاجات بسيطه كده عشان ايه اعمل يعني تنكر. وادي جبت تي شيرت كله جماجم، وانا جبت شابو ودريس كده هالوين، وهنرسم على وشنا بالحاجات دي، وهنعمل رسمه كده بسيطه وحاجات فيها جماجم، وهننزل نحتفل معهم في الشارع، هننزل نحتفل بالشارع. فتابعوا الفيديو للاخر عشان هنشوف حاجات جميله جدا، ويعني يعني انا مش متخيله عندهم الموت فرحه هنا. بس هي الفكره كلها في عيد الموتى ان الناس اللي فقدت احبائها، الناس اللي بيحبوهم، بيعملوا لهم احتفاليه العيد دي، عشان يعني هم بيعتقدوا ان هم لما يعملوا احتفاليه الارواح دي هتجيلهم تيجي تزورهم، فبيحتفلوا بيهم اللي هو ويلكم باك ان انتوا جايين تزورونا. وهنزلكم مقاطع وانا بزور المقابر بتاعتهم، يعني انبهرت بكميه الفرحه والبهجه والالوان والاكل والفواكه. وعند المقابر بيروحوا بيجيبوا الاكل المفضل للشخص المتوفي ويحطوه حوالين المقبر، سوري واتس كولد التربه بتاعته، وبيحطوا الاكل وبيفتحوه وبياكلوا، وهم بيستمتعوا بيجوا موسيقى كمان عشان يحتفلوا او بيفرحوا، يعني بيجيبوا كل حاجه الشخص ده بيحبها، سواء من اغاني سواء من اكل مشروبات، بيجوا يزوروه. فاتفرجوا على الفيديو ده للاخر عشان هتتبسطوا وتشوفوا كميه الوان وفرحك. انا لسه مخلصه جيم، قلت يعني نص ساعه احسن ما فيش، عملت نص ساعه كارديو، ودلوقتي هاخد شاور ونستعد. يلا بينا، متحمسه جدا. كامبوتشي بوتشي، كامبوتشي بوتشي بوتشي، يلا يلا عشان نتنكر. لبست الفستان ودلوقتي هستعد احط الميك اب. يلا بينا. هاي فاي ده ازول باي جود جيرل. هاي فاي كده، بوشي بوشي بوشي. هننزل دلوقتي الشارع وهفرجكم بقى على الباريد، عاملين احتفاليه تحت في الشارع. واو، يلا بينا نروح، متحمسه جدا. حطيت زي كونسيلر بس عشان انا مش معايا فونديشن، فهعمل وشي كده بالكونسيلر ده. جميل جدا يا جماعه، دراكون المفروض ان هو فيه حاجات طبيعيه للبشره الحساسه. يعني مش عارفه بقى اعمل ايه، شكل ايه، نفتكس مع بعض يا جماعه. جميل جدا، انا حاسه ان هو فيه زيت، كان فيه زيت مش عارفه. وجبت الرموش دي حلوه قوي، عجبتني. خلينا بقى نشوف انا هعمل ايه في البتاع ده. هليكوبتر، خلينا نفتكس مع بعضينا. سوري لبشاعة المنظر، يعني انا قررت استخدم اي شادو، بحس ان هو سهل ان هو يطلع. Since you do filter for you, I'm using eye shadow. Yeah, I have what eyeliner. Oh yeah. يا جماعة حطيت الرموش بس شكلي ايه رأيكم؟ فشلت في ان انا اعمل حاجة بروفيشنال، بس اتس اوكي.
كده هنزل كده Let's go. يلا بينا ننزل في الشارع. باي ريس. يا جماعة لسه نازلين الشارع حالا. شايفين؟ دلوقتي تعملوا اشتراك بالقناة سبسكرايب يلا 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 بسرعة بسرعة عشان هاخدكم أماكن حلوة فسحكم معايا وفرجكم على حاجات حلوة وأنتوا قاعدين في البيت. يلا بينا سبسكرايب ونكمل بقية الفيديو. أدي علي عايز يوريكم نفسه يا جماعة. يا بيبي ادي هو اللي عمل الميك اب لنفسه. You did it by yourself. I just bought machismo mascara. وفرنا we saved 300 pesos. $30 no we saved 600 pesos. Yeah. Do it yourself. $30 وفرنا $60 30 كل واحد فيهم. Okay. Let's go. Down over here, I think. But they said it's hard to cross the street. The parade is going to come now. You see it? All the bubbles down there. Yeah. طبعا يا جماعه هنا في المكسيك بيحبوا الاكل قوي في اي مكان بنروح ما بنغلبش في اكل. Oh look at the other side Adi. People are waiting or watching something. Yeah. Look at her. I like her. So we need to get over. Yeah. We can go through there. We're lucky because we're taller than most Mexicans. Yeah. So we come down like this. Yeah. شطه وليمون بيحطوا على الفواكه شطه وليمون
دلوقتي بوريتو. هاي بابس هاي بابس هاي بابس. Fabulous. Yeah, so much fun, vibes, good vibes. Viva Mexico! Viva Mexico! مشينا شوية حلوين يا جماعة والدنيا زحمة قوي، شايفين المنظر ودوشة، فأنا صراحة تعبت فطلعت. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتابعوني على الانستجرام وتابعوا كل ستوريهاتي، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.